الطقس النهارده هيكون حر رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. كمان متوقع انه هنستمر في ارتفاع نسبه الرطوبه، وده طبعا بيزيد من الاحساس بدرجات الحراره من 2 ل 3 درجات. متوقع كمان هيكون لسه في فرص لامطار خفيفه على مناطق من الصحراء الغربيه، الوادي الجديد، مع وجود نشاط الرياح على اغلب انحاء الجمهوريه. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل من آية. إليك يا آية. شكرا لك يا أسماء. تعالوا نتابع مع حضراتكم تفاصيل بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل محافظات الجمهورية في هذا البيان. والبداية كالعادة من محافظات الوجه البحري. القاهرة النهاردة بتسجل 35 درجة، والعاصمة الإدارية 36، 6 أكتوبر 36، وفي فرق حوالي من 10 ل 11 درجة ما بين العظمى والصغرى. في العلمين الجديدة واسكندرية ما بين 32 و 33، 31 درجة في السلوم، 24 الصغرى في هذه المحافظات المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط. مدن القناة في إسماعيلية وبورسعيد 36 في إسماعيلية، بورسعيد 33، في دمياط بتقل درجة عن بورسعيد فبتسجل 32 درجة. درجات حرارة متوسطة يعني، بس طبعا بنشعر بحرارة الجو والرطوبة خاصة في المدن الساحلية شمالا على سواحل البحر المتوسط أكتر من الجنوب. الغردقة 39 درجة النهاردة، هي وشرم الشيخ، السويس 36 درجة. ما زالت أجواء يعني معقولة إلى حد ما. في الوادي الجديد بتزيد وبتكسر حاجز الأربعين فبتسجل 42 درجة في الوادي الجديد، لكن فرق كبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في الصعيد زي ما احنا شايفين ما بين 42 ل 28 الصغرى، طبعا مع وجود نسب للرطوبة ففرق كبير جدا في درجات الحرارة. لو شفنا الفيوم النهاردة 37 وبني سويف 38، برضو بنتكلم في درجات حرارة معقولة جدا بما اننا بنتكلم على الصعيد، يعني احيانا بتكون كسرة الاربعين زي ما شفنا كده من شوية، لكن كلما اتجهنا جنوبا طبعا بتزيد درجات الحرارة. فالمنيا بتسجل 39، اسيوط 39، الاقصر 42 درجة النهاردة، وعادة بتبقى الاقصر واسوان هما الاعلى في معدلات درجات الحرارة ما بين كل محافظات الجمهورية. فخلونا برضو نشوف اسوان النهاردة بتسجل كام. اسوان 43، وشلاتين 38، وحلايب 35. فإذا أسوان كعادتها هي متصدرة ارتفاع درجات الحرارة بين محافظات الجمهورية المختلفة، لكن تظل أجواء صيفية، يعني مش صيفية خلاص، احنا خريف بقى، فإن شاء الله تكون أجواء جميلة جدا ممتعة للجميع في بداية يوم جديد.